كتبتي بحالك بحال الشعب، انا شي ان جون ماروكان اجي دو 17 ans etc etc، راه بحالك بحال الناس. صافي دير كو هو تيقرا لي ليتر تيلقى نفس الشيء. خاصك تكتب شي حاجه اللي تكون مغايره، اللي تثير الانتباه ديالو. وكيفاش؟ انت وانتي اللي باغيين تكملوا قرايتكم في فرنسا، ودابا فوزيت اون طران دو فيناليزي لو دوسي ديالكم على منصه باركورسوب. اليوم وصلنا للجزء الاخير، كيفاش نكتب لي موتيفاسيون ديالي، وهذا هو الموضوع ديال هاد لا فيديو. دونك في هاد لا فيديو غادي نقول لك كيفاش تكتب لي موتيفاسيون ديالك شكلا ومضمونا. بقى معايا حتى الاخر، معكم الكوتش ديالكم وداد الغراس. سي بارتي لي زامي. اول سؤال ميزامي هو شحال من لاتر دو موتيفاسيون غادي نكتب. نعرفوا ان كل مؤسسه ترشحتي فيها خصك ولا بد تعمر بروجي موتيفي، ولكن تفهموا على واحد القضيه. الى مثلا انت اختاريتي دير ان بي تي اس وعزلتي ثلاثه ديال التخصصات، وفي كل تخصص عزلتي خمسه المؤسسات، راه في المجموع راك غادي دير ثلاثه ديال لي لاتر دو موتيفاسيون، اون لاتر دو موتيفاسيون باغ سبيسياليتي، وغتحاول تأقلم هذيك لا لاتر اللي درتي باغ سبيسياليتي للمؤسسات اللي عزلتي. سي لا ميم لاتر، غير وكان غادي نحاولوا نأقلموها على حسب المتطلبات، وداكشي اللي غنقول لكم من بعد. دابا غادي نتكلموا على الشكل ديال هاد لا موتيفاسيون. اول حاجه خصكم تعرفوا ان ما خصكش تفوت 1500 كاركتر، اللي هو تقريبا ما بين 200 و 250 كلمه. اوكي، ثانيا ما تكتبش داك لونتيت ولوبجي، سي با لا بين، لان حنا راه عارفينك انت راه تتعمر ان دوسي، عارفين سميتك وعارفين كل شيء، ما تكتبلناش هذا الشيء. كذلك واحد الحاجه مهمه، خص الشكل ديال لا ليتر دو موتيفاسيون ديالك ولا لي موتيفاسيون ديالك يعبروا عليك انت. فاش نقراوها نحسوا ان فريمون راه هذا هو انت، ماشي واحد اخر. بزاف اللي تيبداو غير تينقلوا لي ليتر دو موتيفاسيون، وينقل من هنا وينقل من هنا ويخربق، وان فان دو كونت ماشي في الصالح ديالو. نفضل نكتب واحد الحاجه اللي هي اصليه وديالي، وان اللي تنتكلم وتنتكلم على راسي، ومنين تتكلم على راسك تيقن انك تو فا توشي هذاك اللي تيقرا لك لا ليتر ديالك. اوكي، دونك سيل فو بلي حاولوا تخليوا لي ليتر ديالكم دي ليتر بيرسونيل، دي ليتر كلير نت، دي ليتر ديريكت، دي ليتر اللي تيعبروا عليكم واللي تيتكلموا عليكم، ما تيتكلموش على واحد اخر. قبل ما تبدا تغيديجي تا ليتر دو موتيفاسيون تكون ديجا جمعتي واحد المعلومات. شنو هما هاد المعلومات؟ هي اولا هاد التخصص اللي باغي تكتب له لا ليتر دو موتيفاسيون ديالو. مثلا عزلتي ان بي تي اس جيستيون بي ام، دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي نقلب على هاد البي تي اس، وماشي في المؤسسات دون مانيير جينيرال، وشنو هما المتطلبات وشنو هما الانتظارات ديال هاد البي تي اس. هادو مهمين لان راه غادي تكلم عليهم في لا ليتر. ثاني خصك تعرف ولا بد كل تخصص تكتب له لا ليتر دو موتيفاسيون ديالو شنو هما لي ديبوشي، سيتادير لا من ناحيه انك غادي تمشي تخدم، ولا من ناحيه انك باغي تكمل قرايتك. كذلك واللي مهم خصنا نعرفوا انت شنو هو طون بروجي ديتود. ها انت درتي 2 ans دو بي تي اس، شنو هو اللي دير؟ هادشي قبل ما تغيديجي لا ليتر دو موتيفاسيون خص يكون ديجا عندك هاد المعلومات. واش عول مثلا تكمل قرايتك، عول تخدم، فين باغي تخدم، ايتترا. دونك طون بروجي ديتود ليي ا طون بروجي بروفيسيونيل. وما نساوش كذلك نعرفوا شنو هما تي بوين فور، شنو هما لي زيكسبيريونس ديالك اللي استفدتي منهم ايتترا. دونك هاد المعلومات خصها تكون عندك قبل ما تبدا لا ريداكسيون ديال لا ليتر دو موتيفاسيون. دونك مي زامي، دابا غادي نتكلموا على لا ليتر دو موتيفاسيون، ولكن من ناحيه ديال المضمون ديالها. لا ليتر دو موتيفاسيون تتكون من ثلاثه ديال الاجزاء. الجزء الاول هو مهم بزاف، اللي هو سكون ابيل اون اكروش. شنو هي لاكروش؟ لاكروش هي دوك الجمل الاولى اللي غادي نكتب واللي غادي تثير انتباه ديال لو ليكتور ديالي. الوغ كيفاش ممكن تثير انتباه ديالو؟ الا كتبتي بحالك بحال الشعب، انا شو ان جون ماروكان اجي دو 17 ans etc etc، راه بحالك بحال الناس. صافي دير كو هو تيقرا لي ليتر تيلقى نفس الشيء. خاصك تكتب شي حاجه اللي تكون مغايره، اللي تثير الانتباه ديالو. وكيفاش؟ هي ان دائما
بدا بشكون انت، خرج لنا احسن حاجه فيك اللي تكون ملائمة مع التخصص اللي عزلتي. مثلا انت عزلتي ان بي تي اس توريزم، غادي تقول انا جو سوي باسيوني بار لي فواياج، جي افيكتوي سي مون لي ملتيبل فواياج كو جي ديجا افيكتوي، هما اللي فتحوا لي الشهيه لهذا لو دومين ديال لو توريزم، اي سي بور سا كو جو في مانسكري دون ان بي تي اس توريزم. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? على حسب التخصص تكلمنا على احسن كاليتي فيك وهي اللي جعلاتك تبوستولي لديك لا فورماسيون. داكور؟ الجزء الثاني مي زامي هي غادي نتكلموا على لو باركور اي لي زيكسبيريونس ديالك، ولكن نركزوا معايا. اي باركور هضرتوا عليه، اي مشروع تكلمتوا عليه، اي اكسبيريونس دزتوا منها، الا خصك ولا بد تتكلم على شنو استفدتي منها، شنو استفدتي من هاد لي فواياج مثلا، شنو استفدتي من طون باساج او ليسي، شنو استفدتي انك درتي مثلا ان باك سيونس ايكونوميك، شنو هما الحوايج اللي تزادوك بهاد لو باركور ولا بهاد ليكسبيريونس. مثلا انا داك المشروع اللي شاركت به في الليسي علمني لا ريغور، علمني لا بونكتواليتي، مون باساج مثلا ان باك سيونس ايكونوميك علمني اون اوفرتور ديسبري. Donc chaque expérience, chaque parcours, je n'ai la valeur ajoutée, dialogue, alik ou je ne sais. Alors d'abord, on dénonce le juz telt. Le juz telt, mohim bzef, ركزوا معايا. خصني نبين له ان هذا لو باركور ديالي، هذا لو بروفيل ديالي هو يتلائم تلاؤم تام مع المتطلبات ديال هاد لا فورماسيون. سيتادير انت مثلا الا بقيت توجور في لو بي تي اس توريزم، انت هاد لي فواياج اللي درتي، هاد لوفيرتور ديسبري اللي عندك، هاد لي زوتي ماناجيريال اللي تعلمتي في لو باركور سكولير ديالك، تيجعلوك انك تكون مؤهل انك تو فا سويفر افيك سوكسي هاد لي زيتود في ان بي تي اس توريزم. دائما حاول تربط ما بين لو بروفيل ديالك والمتطلبات ديال لا فورماسيون. هذاك الشيء علاش طلبت منكم انكم قبل ما تبداو لا ريداكسيون تعرفوا المتطلبات ديال لا فورماسيون. دونك جيسبر كو جيتي كلير. اولا لاكروش، ثانيا جو بارل دو موا دو مون باركور سكولير دو ميز اكسبيريونس، ونتكلم سورتو على لا فالور اجوتي ديالهم ليا. ثالثا نبين لهذاك اللي تيقرا لا ليتر دو موتيفاسيون انني فريمون لا بون بيرسون بور فير هاد لا فورماسيون. سا فو دير عندي جميع المؤهلات باش ننجح في هاد لا فورماسيون. فوالا جو سي كو سي با ايفيدون، ولكن انا متاكده ان الا تبعتي لي زيتاب ولا خديتي واحد الوقت وركزتي على هاد الشيء غادي تكتب اون ليتر دو موتيفاسيون اللي غادي يمكن لك جوست اقلمها لتما باقي. مي هي سي توجور لا ميم ليتر دو موتيفاسيون فان دو كونت تو بارل دو توا اي دو طون باركور. داكشي علاش نطلب منكم ريستي سانسير. دونك فوالا مي زامي سي تيرميني. ما تنقولكمش سي تيرميني بور باركور سوب لان باقيين دي فيديو وحدين اخرين ان شاء الله ابخي لا كونديداتور ديالكم. دونك جو فو سويت ان تري بون كوراج. حاولوا تركزوا في هاد لا ليتر دو موتيفاسيون باسكو ما تعرفش بتيتر كلمات قلتيها اكسبيريونس دزتي منها هي اللي غادي تثير انتباه ديال هذاك اللي تيقرا وبتيتر تكون سبب انك تقبل في هاد لا فورماسيون. دونك بون كوراج مي زامي، فو زيت لي ميور اون اي لي ميور. معكم الكوتش ديالكم وداد الغراس، تهلاو في راسكم. ا تري فيت بور لا بروجين فيديو. باي باي. Bye.